بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، كيف حالكم؟ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن تكونوا بخير وعلى خير، بصحة وعافية وسلامة واستقرار وأمن وطمأنينة قلب بكثرة ذكر الله تعالى وكثرة الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، وبحب الله وحب رسوله وحب الأنبياء والمرسلين وحب الصحابة الكرام وحب المؤمنين الصالحين من عباده إلى يوم الدين. أيها الأحباب الكرام، كما جرت العادة في هذه السلسلة، سلسلة الأمراض والأعشاب التي تدخل في علاجها، نتكلم إن شاء الله تعالى في هذا الفيديو عن مرض التهاب الأمعاء الغليظة الردبي، ديفيرتيكوليتيس، وهو من الاضطرابات المعوية والمستقيمية والسرجية. إذا تكلمنا عن العدوائيات المعوية الخامجة، هي عالمية لانتشار، وهي أكثر اضطرابات السبيل الهضمي شيوعا، ففي المناطق النامية تفتك هذه العلل بالكثير من الأطفال، لكنها ثانويات الإضرار عادة في البلدان المصنعة، حيث حالات السرطان والالتهابات المعوية المزمنة أشد خطورة من أعراض هذه الاضطرابات: الإسهال والإمساك والحمى والقشعريرة والألم والنزف السرجي، يعني خروج الدم من السرج. في هذا الفيديو سنتكلم عن الداء الرتجي الردبي. الداء الرتجي غالبا ما يصيب أسفل القولون في المسنين، وينطوي هذا الداء على الترتج، دهور رتوج أو ردوب في جدار القولون، والرتج هو التهاب الرتوج، ولا تظهر أعراض لهذا الداء على الكثير من المصابين، لكن بعضهم يعانون من الألم والتورم البطني والإسهال والإمساك والغاز والنزف السرجي، وتعتبر الأغذية الخفيفة الألياف والإمساك عاملين مسهمين في حصول هذا الداء. التردب معناه وجود جيوب ردوب مختلفة الحجم أو تورمات أشبه بالأكياس في جدار الأمعاء الغليظة، وهذا التردب يزداد مع التقدم في السن في العمر. ورغم أن السبب الحقيقي غير معلوم لهذا المرض، إلا أن الشواهد تبين أن الغذاء الذي لا يحتوي على الألياف والأطعمة المكررة تساهم في شكل كبير في الإصابة بالتردب. وأعراض التردب تتمثل في فحص بالبطن، خاصة الجانب الأيسر، مع وجود ريح أو انتفاخ بالأمعاء وإمساك من حين لآخر وتبرز دماء من حين لآخر. ولكن مشكلة التردب هي الالتهاب، لأن التهاب الأمعاء الغليظة الردبي يتسم بتقلصات شديدة وحمى ورشة، يعني الحمى هي سخنة ورشة، وألم في المعدة مع غثيان، ربما يجي البنادم بحال القيء وقشعريرة الرعدة بالبرودة. للوقاية، يمكن الوقاية من التردب بالعناية بالطعام والإكثار من الألياف الغذائية، به تناول الفواكه والخضروات الطازجة، مع تجنب الإمساك ومحاولة الذهاب إلى الحمام للتبرز في مواعيد ثابتة، وتجنب التعنية
أو أن تكون راغبا في التبرز وتؤجل ذلك. دائما الإنسان غير يجيه الإذن بالتبرز خصو يمشي ما يأجلش. وتجنب الأغذية الدهنية والسكريات الخالصة مثل سكروز البيض. العلاج الصيدلي يعالج كل مرض كل عرض على حدة، لأن مجموعة من الأعراض تعطي علاجات مضادة للتقلصات كالباسكوبان مع علاج القيء ميتوكلوبراميد مع مضادات الانتفاخات. هذا هو العلاج الصيدلي. إذن إذا تكلمنا عن العلاج بالطب الأخضر يعني بالأعشاب، هناك عشبة الكتان ولقد تكلمنا عنها في فيديو خاص بالأعشاب واستعمالتها الطبية. يصف مقدار 3 ملاعق كبيرة من العشب الكتان مرتين أو 3 يوميا مع الكثير من الماء، والماء بطبيعة الحال يكون نقي. كذلك القمح، وخاصة ردة القمح لغناها يعني النخالة لغناها بالألياف التي يسبب نقصها مرض التردب. راه النخالة إلا ما كانش عندنا في الخبز ديالنا راه غادي يكون عندنا التردب. البرقوق الحمر ولا الصفر ولا حتى هاد البرقوق اللي راه تيبسو. يشرب عصير البرقوق الطازج أو تؤكل ثمراته الغنية بالألياف الحلوة الطعم. كذلك البطاطا اللي تنقولوا لها البطاطا الحلوة تساعد في تخفيف آلام التقلصات لدى مريض التردب، وتساعد على العمل كمضادة للالتهابات وتلطف الجهاز الهضمي. البابونج، ولاحظوا معايا البابونج احنا لقيناه في جميع الأمراض. تضاف ملعقتين من البابونج الجاف لكل كوب ماء مغلي، ويحلى بسكر سكر النبات، ويشرب قدر الإمكان خلال ساعات النهار، فهو ملطف ومضاد لالتهابات التردب. كذلك التفاح، لاحظوا معايا التفاح هو تكرر دائما في هذا المشكل ديال المعدة والمصارم. التفاح منظم لحركة الأمعاء وهو مفيد في حالات التردب، ففي لحظات الإمساك يعمل كمولين، وفي حالات الإسهال يعمل عند الالتهاب الردبي يعمل كمانع للإسهال. الرمان، وحنا الحمد لله في هذا الخريف راه حنا في فصلي الرمان. يجفى فوق سر الرمان ولحاء التمرة الداخلي ويطحن ويخلط بعسل النحل لتكوين عجينة يؤخذ منها صباحا ومساء مع شرب الكثير من الماء. إذن دائما الكثير من الماء. القرع، ليقطين، كيف ما كان نوع القرعة ليقطين. القرع الغني بالألياف في الماء أو الحليب ويحلى بعسل النحل ويؤكل منه قدر الإمكان. وهناك وصفات عندنا عشبة أخرى تكلمنا عنها وسنذكر بها مرة أخرى، هي السنامكي. يحتوي على مادة كيميائية ملينة تسمى الأنتراكينونات، وهي مادة قوية تستعمل في حالة الإمساك المزمن. وقلنا ملحوظة، لا يستخدم السنامكي في الحمل والرضاعة. الحمل لأنه يمكن له يسقط الحمل، والرضاعة لأنه غادي ينتقل في الحليب للرضيع وغادي يجرى كرشو ويكون مشكل كذلك وغينزل الوزن ديالو. إذا تكلمنا عن وصفات عشبية، نأخذ مقدار من النعناع. النعناع عنده يعني كثير من الأنواع كيف ما كان نوعه النعناع، ومثاله من الزعرور البري والبطاطا وتمرتين من البرقوق أو التفاح. كذلك البابونج مع النعناع والزنجبيل. فهذو وصفتين مزيانين للردب لالتهاب الأمعاء الغليظة الردبي. إذن هذا ما تيسر بالنسبة لهذا المرض، التهاب الأمعاء الغليظة الردبي أو ديفيرتيكوليتيس. إذن هذا ما تيسر بالنسبة لهذا المرض والأعشاب التي تدخل في علاجه. وإلى
مرض آخر إن شاء الله تعالى. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله العظيم أن يشافينا ويشافيكم ويشافي كل مريض، وأن يجعلنا سببا للشفاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.